السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، الوصفه جديده ان شاء الله. اليوم غنقدموا مع بعضنا ان شاء الله الفيني. كيجي زوين ورائع ومفشفش، ما كيهز لا زيت لا والو. ان شاء الله نقدموا مع بعضنا المقادير ان شاء الله. عندي ثلاثه الكؤوس ما يعادل 300 غرام تاع الطحين، كل كاس كيهز لي 100 غرام. عندي كاس ونص تاع حليب دافي، الكاس اللي كنعبر به الطحين كنعبر به الحليب. المهم عندي ثلاثه الكؤوس تاع الطحين، عندي كاس ونص الحليب. واش نزيد واحد المغرفة ديال الحليب او لا نقص، الله اعلم، على حساب الطحين واش يشرب ولا ما يشربش. المهم في التالي تشوفوا معايا القوام ديال الطحين ان شاء الله. عندي هنا جوج مغارف تاع الزيت نباتيه، عندي مغرفه تاع سكر حبيبات، مغرفه تاع خميره حبيبات. الا ما عندكمش خميره حبيبات يعني تعوضوها بالاخرى، ماشي مشكل. انا كنقصد لكم مغرف، كنهبر بالمغرفه هذه، مغرفه تاع الاكل. عندي بيضه، عندي شاصي تاع الفاني، عندي خميره الحلويات غنحتاج منها ربع معلقه صغيره تاع خميره الحلويات. بسم الله نبداو على بركة الله. نكب هنايا شويه د الحليب ونكب هاد السكر الخميره مع بعضهم باش ينفعلو ليا نزيد شويه ما يبقاوش الحبيبات تاع السكر وتاع الخميره في العجينه. نسيت ما ذكرتش معكم، عندي شويه تاع الملح، واحد ربع معلقه تاع معلقه صغيره تاع الملح. صافي نديرو بيضه، ندير الفاني، عندي رشة الملح، عندكم الحليب تاعي، حليب دافي بطبيعة الحال. إلا بغيتو تعوضوه بالماء يكون دافي، أولا العصير تاع البرتقال يكون دافي، لكم الإختيار. صافي ندير الزيت تاعي، زيت نباتية، ربع معلقة تاع خميرة حلويات. صافي كنخلطو هادشي مع بعض. صافي كنبقاو نزيدو الطحين. الحين عندي النوعية ممتازة، صافي كنبقاو هكا في التدريج بما خلطته مزيان مع الدقيق. بعد ما خلطت ثلاثه الكؤوس تاع الطحين باقي خصني شويه كما تشوفوا معايا، مازال خص الطحين. صافي دابا غنحيد الضرب يدوي، نستعمل يديا كما تشوفوا معايا تقريبا نص كاس، المهم جوج مغارف كبار. ما كيحتاج لا تدلك لا حتى حاجه. صافي بعد ما دخلت فيها الطحين كامل كما تشوفوا معايا، هذا هو القوام ديالو. ملي نحطو عليه يدنا هكا كتبان يدنا، وملي كنرخيو من العجينه يعني بحال اللي كتسيح. هذا هو القوام ديالو. نغطيه بالسلوفان، نخليه يتضاعف الحجم ديالو ونولي معكم ان شاء الله. محمد يا اخوتي العجينه ديالي يعني وليت معكم،
هي العجينه ديالي بعد ما ضاعت الحجم ديالها. صافي كنخرج منها الهواء بحال ما هكا، ندير شويه الطحين هنايا على سطح العمل، كما كتشوفوا العجينه ديالنا كنلصق لي في اليد ديالي هكا خاصها تكون، باش العجينه باش البنين ديالنا يجي ناجح وما يشرب لنا لا زيت لا والو. نقسم العجينه ديالي على جوج، صافي هكا هادي عاود كذلك. صافي كنحلها بالمدلك، مخصناش تكون غليظة بزاف مخصناش تكون رقيقة بزاف، عاود شوية السمك ديالها نوريكم كي يكون. كنتمنى من الله يكون الشرح ديالي واضح وينال إعجابكم. صافي صافي كنقطع البنين ديالي على هذا الشكل دائري او مربع، المهم ملي كديروا دوروا بحال ما هاك هاك، ما ديروش هاك باش البنين ديالنا ما تصغارش. صافي نقطع البنين ديالي كامل بحال ما هكا، واللي بيهم اشخاص تبارك الله كثار في الدار ممكن يضعفوا المقادير، اما اللي بيهم مربعه لتحت ما ننصحش يضعفوا المقادير، راه تبارك الله كيحط الكميه خير ربي. هكا انا كنقطع الوسط ديالها بهذه المغطايه حتى اقراها، نتوما لكم الاختيار. صافي ها السمك ديالو كيخصو يكون ما يكونش غليظ بزاف ما يكونش رقيق. صافي نقطع له كامل الوسط ديالو بحال ما هكا. صافي بعد ما ساليت هاد العجينه ديالي هادي كنجمعها ونولي عاوتاني نديرها في البلاستيكه باش تولي لي رطبه كما في الاول، خليها شي عريانه باش ما تنشفليش. صافي ونجيبو هادي كذلك. صافي هذا ما نتقبهمش، هذا ما نعمرهم ان شاء الله في اخر فيديو تشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله بحول الله. بعد ما ساليتهم خوتي كاملين هما هادو ومازال لي عاد خمسه اخرين محطوطين في بلاطو اخرى، هذه هي الكميه تبارك الله وصل على النبي، المهم ما يخمر ويضعفلو الحجم ديالو ان شاء الله نوليو نقليوه مع بعضاتنا. بعد ما سخليت الزيت ديالي وخمر لي البنين ديالي ضعف لي الحجم ديالو بحال ما هكا، دابا باش نبدا نقلي معاكم على النار مهيله قل متوسطه والزيت كتكون سخونه بزاف. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وينال اعجابكم، شت تبارك الله كيف كيتنفخو ما شاء الله. على النار متوسطة قل متوسطة عاد شوية باش ما يتخطفولناش وما يجوناش من داخل معجنين.
تبارك الله كيجيو خاوي من الداخل ومفيه شفشي وما معجنين ما والو. صافي هي طابت صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي ان شاء الله كامله. تبارك الله كيجي خاوي ومن فوق بزاف تبارك الله صلى على النبي ما شاء الله. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كامله ان شاء الله ونوليو مع بعضاتنا باش نزينوه مع بعضاتنا. خليت اخوتي كامل هذه هي الكميه اللي حاطت تبارك الله لا باس بها ما شاء الله الكميه كثيره جاني زوين تبارك الله وخاوي ومفتوش من الداخل هاكي تشوفوا معايا خاوي من الداخل ما فيه لا البابه لا حتى حاجه ما شارب لا زيت لا والو كما تشوفوا معايا خاوي من الداخل ها دابا باش نزينوه مع بعضاتنا سنيده سكر حبيبات صافي بحال ما هكا نقدموه هكا كنقدموه هكا اولا كنعمروه بكريم باتيسير اللي قدمت معاكم في الفيديو القديم أو لا عمروه بشيكولا أو لا بالكونفيتير أو لا لكم اختيار كل واحد وباش كيبغي عمرو. المهم كنزينو هكا كامل بسنيدة ونولي معاكم نعمرو إن شاء الله. بعد ما زينت البنين ديالي كامل بسنيدة دابا عمرت داك كريم باتيسي حضرت معاكم في الفيديو السابق هو هذا دابا باش نعمرو به البنين ديالنا كنحل حله غير صغيره هكا بالموس وكنبقى نعمر هكا كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وينال اعجابكم كنديم كاملين بهذه الطريقه والتعمر كيبقى الاختيار ديالكم باش ما بغيتو تعمروه عمروه كنعمرو كامل هكا صافي عمرو كامل ونولي معكم في صحن التقديم ان شاء الله. بعد ما عمرناهم اخوتي هما هادو الشكل النهائي ديالهم كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. هادو اللي تقبتهم في الوسط زوقتهم بشيكولا خطوط كما كتشوفوا معايا المنظر ديالهم كيجا هائل وهادو اللي عمرت بكريم باتيسير كنتمنى الله جربوهم وينال الاعجاب ديالكم والى عجبكم لا فيديو اليوم ما تنسونيش من لايكات بارطاجوا مع الحبايب باش تعم فائده على الجميع واللي شاف لا فيديو ديالي جديد ما ينساش يتابوني عندي ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومع السلامه الى اللقاء الفيديو المقبل ان شاء الله.